بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نختم بشهوة اسمها شهوة الحكمة. احنا قلنا في شهوات جسدية وفي شهوات روحية. إن كنا نعيش بالشهوات الجسدية هنموت، إن كنا نعيش بالشهوات الروحية هنحيا إلى الأبد. هنعيش جسديا هنبقى زي آدم وحواء، هنعيش روحيا هنبقى شبه المسيح. هنعيش بحسب شهوات الجسد يبقى زينا زي أي واحد ما يعرفش ربنا. هنعيش حسب شهوات الروح هنبقى شبه الملائكة. يبقى الموضوع مهم. من بكرة هنبتدي الصوم. الصوم هو اللي بيعمل، عارفين لما تعمل السويتش كده تغير من بارد لسخن مثلا، هو الصيام كده. لو عندك تكييف ولا عندك فرن ولا عندك أي حاجة بتحرك كده الزرار من البارد للسخن، كلنا والحمد لله إيه باردين متلجين، احنا عايزين نسخن. السخن ده بقى الروح، لأن الروح نار، إلهنا نار آكلة. الروح القدس يحب جدا يدي الحكمة لأن روح الحكمة. فالإنسان الروحاني دايما عنده شهوة الحكمة، دايما عنده دي، وتبقى الرغبة دي جواه بتزن عليه أكتر من أي رغبة. وكلكم عارفين إن عندنا شاب في التاريخ الشهوة دي عليت جواه قوي لدرجة طول الليل يطلبها أم شاف المسيح بعينيه، وخد حكمة أكتر من أي بني آدم. وبعد سنين فقد شهوة الحكمة، خلي بالكم هو ما فقدش الحكمة نفسها بس فقد شهوة الحكمة. تصور إنه بقى حكيم ما عادش محتاج مزيد من الحكمة. ساعتها لقينا سليمان العظيم ده عمال يعمل كده، وقع وقعة سودة، عمل عكس اللي كان بيقوله في سفر الأمثال. قعد يوصينا في سفر الأمثال احذر من المرأة الأجنبية، لسانها مش عارف ايه وطرقها كلها موت، وراح مشي مع أجنبيات بالعدد. ليه؟ لأنه ببساطة فقد شهوة الحكمة. في الوقت اللي كان مشتهي الحكمة وحاسس انه قليل حكمة، كان بعيد خالص عن الغلط. وفي الوقت ده بنى هيكل ربنا وشاف المسيح بعينيه تاني يوم تدشين الهيكل. لكن بعد كده لقيناه وقع جامد قوي، ولما بقى اتزل في الخطية وبخر للأوثان يعني رجع لعقله وتاب واشتهى الحكمة، فكتب سفر الجامعة في آخر حياته يعترف بخطيته ويقول باطل الأباطيل الكل باطل. إذن شهوة الحكمة شهوة روحية حلوة قوي، زيها زي شهوة التواضع، شهوة البساطة، شهوة نقاوة القلب. كل فضيلة تحسب شهوة، زي ما الرذائل شهوات. في واحد بيشتهي الزنا مش كده، في واحد بيشتهي الانتقام، مش دي بتبقى شهوة ساعات؟ انت بقى عندك النوع التاني العكس، انت بتشتهي تتحصل على صفة من صفات المسيح. ومن أهم صفات ربنا له المجد الحكم. أبدأ بالآية المشهورة اللي بتقول إيه؟ لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. وشبهها في أشعية واحد يقول ويل للحكماء في أعين أنفسهم. كل لحظة يا أحبائي الواحد فينا يظن في نفسه إنه فاهم وعارف وحكيم، دي لحظة ضياع، دي لحظة ويل، دي لحظة خطر. لكن كل لحظة الواحد حاسس إنه قليل الحيلة ومش عارف يعمل إيه وبيقول له اديني يا رب حكمة، دي لحظة جميلة، دي لحظة مجيدة، لأن هي دي اللي إيه هتعود لك في حساب السماء. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، معناها بداية الحكمة أن تكفر بنفسك. بداية الحكمة تكفر بنفسك يعني إيه؟ يعني ما تظنش في نفسك أبدا أنك صالح، ولا تصدقش أبدا أنك أفضل من غيرك مهما كانت أخلاقك وصفاتك وخدمتك وسنك، لا ما تصدقش.
ده شيطان كذاب جاي في ودانك يقول لك انت احسن. احسن من مين؟ ده انا لسه كل شر. ده لو ربنا بس شال ايده عني ده نعمل بلاوي الدنيا كلها. فخليك دايما مش باصص لنفسك باعجاب. ربنا يسوع قال اللي عاوز يمشي ورايا اول حاجة يعملها ايه؟ ينكر نفسه. هي دي فكرة يكفر بنفسه. يعني ايه؟ نفسك دي مش عجباك، نفسك دي ما انتش معجب بيها، نفسك دي انت واقف لها بالعصاية بتقول انا ما اعرفش نفسي، انا اعرف ربنا واعرف الناس، نفسي دي مش غريبة عني، ليست ثمينة عندي. القديس بولس ورانا ايه اللي بيحصل جواه من حوار كده. فقال مرة ايه؟ اعلم انه ليس ساكن في، اي في جسدي، شيء صالح، لان الارادة حاضرة عندي، واما ان افعل الحسن فلست اجد. يعني ايه؟ انا جوايا كله لخبطة، كل ما احب امشي صح امشي غلط. هو ده بقى الشخص المتواضع اللي شايف الحقيقة مظبوط، اللي لا يثق بنفسه زيادة. وانت بتجاهد في اقتناء الحكمة حاسب من الحكمة الأرضية. الحكمة الأرضية غير خالص الحكمة اللي بنتكلم عنها. الحكمة الأرضية قد تكون خبرتك في الحياة، قد تكون شوية العلم والمعلومات اللي عندك، قد تكون طريقة تفكيرك اللي فيها شوية ذكاء أو فيها شوية تحليل أو نفعتك في كم موقف، بس دي كلها اسمها حكمة أرضية ملهاش علاقة باللي احنا بنقوله. ما تصدقش خالص في حكمتك الأرضية، لأنها ياما غرقت ناس، ياما ناس بذكائها حاولت تحل مشاكل، المشاكل باسط. فالحكمة الأرضية وصفها القديس يعقوب، قال دي أرضية نفسانية شيطانية، يعني دي ممكن يلعب فيها الشيطان براحته. لا تظنوا يا أحبائي أن الأذكياء أكثر سعادة مننا، لا خالص، ولا العلماء ولا الحكماء، دي كلها حكمة أرضية. الأطفال هم اللي أسعد وهم اللي أقرب للسماء، اللي مخهم لسه على قدهم بس دول قلبهم أنضف مننا. الحكمة اللي من فوق ده نوع تاني خالص، طاهرة مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة أثمارا صالحة. يبقى هنا تلاحظ أن الحكمة دي فضيلة أم. يعني إيه؟ جوه الحكمة تلاقي العفة، جوه الحكمة تلاقي السلام مسالمة، جوه الحكمة تلاقي الترفق، جوه الحكمة تلاقي الخضوع مزعنة يعني خاضعة، جوه الحكمة تلاقي عمل الرحمة حب الخير، جوه الحكمة تلاقي كل أنواع الفضائل. ساعات كنت أقول ليه ما قالش في ثمر الروح كلمة الحكمة، لغاية ما الآية دي قالت لي، لأن الحكمة النازلة من فوق مملوءة إيه؟ أثمارا. يعني لو حكمة سماوية حط فيها التسعة اللي قالهم بولس في غلاطية 5، فيها محبة وفرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان، كل ده جوه، كل ده متضمن. فهمتوا ليه الحكمة طلب غالي؟ لأنه اللي يقتني الحكمة السماوية دي هيبقى عنده إيمان طبعا، هيبقى عنده وداعة، هيبقى عنده فرح، لأن هي هتشيل ده كله، لأن الحكمة في الآخر هي ربنا نفسه. في جامعة 7 يقول حكمة تاني، يقول إيه؟ لا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة. برضو هنا مش معناها ما تشتهيش الحكمة، معناها ما تصدقش إنك بقيت حكيم بزيادة. فاهمين؟ ما دي وعد سليمان. سليمان كل الناس قالت له انت ما حصلتش، انت حكيم زمانك، فصدق، واول ما صدق ابتدى يقع. لكن طول ما كان دايما حاسس انه صغير وقليل الحكمة كان عمال يزداد حكمة. فلا تكن حكيما بزيادة، هي نفسها لا تثق في حكمتك. ويل للحكماء في اعين انفسهم. في مزمور جميل يقول ايه؟ المزمور ده كتب واحد من الحكماء اسمه اساف اظن. المهم ده كان بيقول له يا رب انا حيران، انت ليه بتسيب الاشرار عايشين مرتاحين والابرار تعبانين؟ وبعدين ربنا كشف له مصير الاشرار ومصير الابرار.
فرجع اعتذر وقال له انا يا رب حكمت عليك بغباء وقلت انت بتظلم الناس، انا بليد. بليد دي في اليوناني يعني انا احمق او انا غبي. فهذا الحكيم اعترف وقال له رب انا لا مؤاخذه غبي، انا ما بفهمش ولا اعرف، ما بعرفش حاجه خالص، انا صرت ايه كبهيم من عندك. اتعامل مع رب زي اللي بيتعامل مع البهايم، متوقع ايه من البهايم؟ هتديها درس في ايه؟ انت هتجرها، ما ده البهايم تتجر، لكن مش هيقولوا لها فكري ودبري وخططي وخلصي، لا لا لا، صرت كبهيم من عندك، عليك تسوقني وخلاص. اللي كاتب الكلام ده كان حكيم من حكماء زمانه، من تلاميذ داود، وكان عنده تساؤلات عميقة، ليه بيحصل شر في الدنيا وربنا ساكت؟ وبعدين قال له أنا آسف، أنا دخلت في حاجة مش بتاعتي، أنا رب بليد، صرت كبهيم من عندك ولكني دائما معك، امسك إيدي بقى وجر براحتك. الحكيم يحب النقد أكتر من المديح. اللي عنده حكمة نازلة من فوق، كل الناس تحب يتقال فيها كلام حلو، ويوم ما يجي كلمة كده فيها نقد أو عتاب أو توبيخ أو لوم تلاقي الناس تتأزم، ده لأنهم مش حكم. إنما لو واحد حكيم يقول فليؤدبني الصديق، يؤدبني مش بس ينقضني، يبهدلني يهزأني يوبخني برحمة. أما زيت الخاطي فلا يدهن رأس، وماله لما تسمع كلمة ناشفة؟ مش هتغسلك دي، مش هتفوقك، مش هتنبهك لحاجة ناقصاك. لو انت حكيم هتقول انا محتاج ده، زي اللي بياخد دواء مر ومقتنع بيه جدا وحريص عليه جدا عشان الدواء ده فيه الشفاء. فاللي عنده حكمة حقيقية بيبقى حريص على النقد، ما يتضايقش ابدا، بالعكس ما يديش ودنه للي عمال يغني عليه ويمدحه، لكن يفتح ودنه كويس قوي للي يقول له انا زعلان منك، او يقول له انت غلطان، ده يفتح له ودنه كويس قوي. ليه؟ ليكون فعلا هيشاور له على غلطة مهمة. المديح خطر لأنه ممكن يضيع الإنسان بنفخة كذاب، لكن النقد ديته إيه؟ يوجعك شوية بس هينبهك، فيبقى بالتالي نتيجته جميلة جدا. يعني خلي بالك، المديح يبسطك ثانية ويعورك سنة، النقد يوجعك ثانية ويفيدك سنة. فهمتوا الفكرة؟ تحب النقد ولا تحب المديح؟ المديح يجوز في حتة تشجيع تكون محتاجها، لكن النقد فيه توجيه. يبقى المديح فيه تشجيع برضو بنحتاجه، كلنا عندنا صغر نفس، لكن النقد فيه توجيه، والتوجيه ساعات مفعوله يدوم. الحكمة أيضا عشان تقتنيها تحتاج لا تكف عن طلب. فيقولوا طريق الحكمة هو طريق الصلاة الدائمة. يعني عاوز توصل للحكمة اتعود تصلي كتير إلى أن تصل إنك لا تتوقف عن الصلاة. إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، هيديله ربنا، بس هيديله إيه؟ هيديله لما يلج يلح، والحكمة دي حاجة قليلة. ده اللي بيبقى له طلب عند الوزير ولا عند مصلحة بيفضل يروح يضرب المشوار رايح راجع كل أسبوع يشوف طلبه خلص ولا لا. طب انت طالب حكمة سماوية، دي عاوزة كام سنة طلب دي، وكام يوم وكام ساعة صراخ يا رب اديني حكمة، انا غبي يا رب، انا ناقصني فهم، انا مش عارف يميني من شمالي، أنا مسؤول والمسؤولية تقيل عليا. يبقى طلب الحكمة يحتاج دايما معاه لجاجة، صلاة دائمة، إلحاح. وإحنا كخدام يا أحبائي عندنا فرصة، ليه؟ كل موقف خدمة يحتاج حكمة. لو واقف قدام عيل صغير يا ترى تقول له إيه وتعمل إيه؟ دي عاوزة حكمة، لأنك ممكن تزقه لقدام يمشي كويس قوي، وممكن تعسره لو ناقص حكمة. ودي ركز فيها المسيح قوي وأتكلم فيها كتير، قال يا ويلهم اللي بيعثروا العيال الصغير.
طب دي أتجنب العصر بإيه؟ بالحكمة. إيه اللي يخليك ما تتعبش ولا إنسان وما ما تضيعش ولا إنسان؟ لازم تبقى حكيم. من غير حكمة هتعسر ناس بقصد وبدون قصد. اتقال آية تاني نحطها في الموضوع، يقول الآخذ الحكماء بمكرهم. يعني إيه؟ دي الحكمة الأرضية تاني. أنا عمالة خليكم تنتبهوا بين فرق الحكمة بتاعت الدنيا والحكمة بتاعت ربنا. حكمة الدنيا ساعات بين قوسين اسمها مكر أو خبث، بس هي في الآخر يقال عليها عند الناس حكمة. يعني تقال عند على أخيتوفل أنه حكيم، بس كلكم عارفين أن أخيتوفل عميل للشيطان، لكن كان في زمنه بيتقال عليه حكيم. فالآخذ الحكماء بمكرهم يعني يقع في شر أعماله. الحكيم حكمة الدنيا في الآخر يقع في شر أعماله، لأن حكمة هذا العالم جهالة عند الله. مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم. أحمدك أيها رب السماء والأرض، أخفيت هذه عن الحكماء والأفضل وأعلنتها للأطفال. يجي أهم سؤال بقى، كيف نقتني الحكم؟ إحنا عندنا شهوة حكم، يا رب اديني حكم. طب اللي عنده شهوة الحكمة يتولد منها شهوات كتير قوي كلها مقدسة. أول شهوة هي شهوة التواضع، لأن في آية جميلة قوي في الأمثال من ثلاث كلمات، مع المتواضعين حكمة. قولوا هالآية دي معايا، ها؟ مع المتواضعين حكمة. كمان مرة، مع المتواضعين. لما تلاقي نفسك محتار ومحتاس ومش عارف تتصرف، قول نقص حكمة عشان نقص ايه؟ فهمتوها؟ لو جبت التواضع اللي زي اللي عند العدرة، العدرة من ألقابها الحكيمة، من ألقابها عند الآباء كده الحكيمة بشكل مطلق كده، يعني مفيش حكيمة واحدة في الزمان زي العدر. طب دي درست ايه عشان تبقى الحكيمة يعني؟ لا، لأنها متواضعة جدا، فبسبب تواضعها مفيش جملة بتطلع غلط، مفيش حركة بتطلع مش مظبوطة. يبقى شهوة التواضع تجيب الحكم. ففي اقتناء الحكمة في السكة بتعدي على فضيلة التواضع. عشان تقتني الحكمة لازم تاخد التواضع في السك، دي الحكمة بتاعت فوق. خلي بالكم احنا تاني بنقول حكماء هذا الدهر دايما عندهم كبرياء، لكن حكماء ربنا دايما عندهم تواضع. تلاقيه دايما يدعي انه ما يعرفش ويقف كده كأنه غلبان ومش فاهم، وهو ده اللي بيتصرف صح 100%. تاني حاجة في اقتناء الحكمة كتب الحكمة. عندنا مصادر للحكمة ضخمة جدا، ممثلة ببساطة في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كتاب الحكمة، كل الأصفار هي أصفار حكمة، لكن في أصفار بذاتها واخدة لقب أصفار الحكمة أو الأصفار الحكمية، زي الأمثال، المزامير، أيوب، الجمعة، النشيد، يشوع بن صراخ، سفر الحكمة. دي الآباء سموها أصفار الحكمة، لكن عموما الإنجيل كله اسمه سفر الحكمة أو كتاب الحكمة. مدرسة الحكمة هي الإنجيل. كل ما تقرأ كويس وتفكر كويس في اللي بتقرأه كل ما تزداد حكمة. يبقى طبيعي اللي بيقرأ قليل أو مش بيفهم الإنجيل يبقى ناقصه حكمة، وعمال يذاكر كتب الدنيا ويقرأ جرايد. طب هتديك إيه ده كله؟ في اقتناء الحكمة بما أنها شهوة، تقتنى الحكمة من الحكماء. وزي ما حفظتوا مع المتواضعين حكمة، حفظكوا آية تانية جميلة تقول إيه؟ المساير الحكماء يصير حكيما. سهلة؟ المساير الحكماء يصير حكيما. المساير يعني اللي يسير معاهم. يلا قولوها تاني. المساير الحكماء. تلاميذ المسيح ما كانوش حكماء، بس عاشوا مع المسيح سنتين ثلاثة فبقوا أعظم حكمة من كل الموجودين على الأرض. ليه؟ عايشين مع الحكيم كله، مع ربنا له المجد. طب أنت لما تعيش مع ناس حكماء، حكماء حكمة روحية مش حكماء الدهر الذين يبطلون، لا، مع قديسين، مع أباء روحيين،
مع خدام أفاضل مليانين نعمة، يا بختك، ده اللي يلاقي واحد حكيم يلزق له. ليه؟ لأنه هياخد منه حكمة. فيبقى دي التلمذة بقى، اللي عنده شهوة حكمة يبقى حريص يتلمذ، يلاقي كده عظة يقول عاوز أسمع العظة دي وفضي نفسي، ويقعد يكتب ومتحمس. ليه؟ بيزداد حكمة. يلاقي كتاب، يا أنا هفضي له وقت، ده لازم أقراه. طب أنت قريت كتير؟ لا لا، أنا مش عارف، الكلام ده جديد علي، لازم أقراه. عمال يقتني حكمة. في اقتناء الحكمة أحبائي كمان، الحكمة تتبخر مع الخطية، يعني الخطية ضد الحكمة، وبالتالي الحكمة ترجع بإيه؟ بالتوبة. يعني من كان حكيما في بيت سمعان الفريسي؟ سمعان المثقف العلامة ولا المرأة الخاطية؟ طبيعي الست الخاطية طلعت أوعى من سمعان. سمعان ضيع لقاؤه مع المسيح وما استفادش، هي خدت غفران وخدت سلام، طلعت أحكم منه 100 مرة لأنها في موقف توبة. فالتائب حكيم. مين اللي أحكم، الفريسي والعشار؟ طبعا العشار. مين اللي أحكم، الغني ولا لعازر؟ طبعا لعازر. فهمتوا الفكرة؟ لكن قدام الناس الغني أحكم. يبقى الواحد طول ما هو بيتوب يبقى بيقتني حكمة. عشان كده احنا داخلين على التوبة، افتكر وانت بتقول اي ارنوفي، اخطأت اخطأت يا رب يسوع اغفر لي، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. انت بالتوبة بتكسب حاجة اسمها كنز الحكمة، لؤلؤة غالية جدا هتاخدها بالتوبة. مين الاحكم، الابن الضال ولا الابن الاكبر؟ الضال احكم، بنسميه الابن الشاطر. يبقى واضح ان التوبة تحولك الى الحكمة. في اقتناء الحكمة، من علامات الحكمة بقى، امتى تحس ان ربنا فعلا اداك حكمة؟ ولو حسيتها تفضل محتاجها اكتر، خلي بالكم. لكن كلما ازددت حكمة كلما طلبت مشيئة الله بإلحاح. يعني ايه؟ بولس كان فاكر نفسه حكيم وماشي بدماغه، فاكر نفسه بيفهم، لغاية ما المسيح ظهر له وطلعه ما بيفهمش. أم بدأ الحكمة بكلمة إيه؟ يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ أنا خلاص مش همش ورا دماغي تاني، أنا عاوز مشيئتك مش مشيئتي. أنا بدماغي مفروض أعمل 1 2 3، أنا بقى هشطب على دماغي دي وأقول لك قول اللي أنت عاوز نعمل إيه. عكس رأيي ما عنديش مشكلة، رأيي أنا كده، اقتناعي أنا كده، حساباتي أنا كده، لكن أنا مش مهم، أنا عاوز رأيك. فإذا أول بادرة أنك بدأت تدخل سكمة الحكمة الإلهية أنك تلغي مشيئتك وتطلب مشيئة الله. ودي اللي بنقولها في أبانا الذي، بس بنقولها كده وخلاص، لتكن إيه؟ مشيئتك، اللي هي معناها لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، معناها كده. من علامات الحكمة الهدوء والتروي. كل لما كنت منفعل وغضبان تبقى أنت بعيد عن الحكمة خالص. كل لما كنت يعني محموق كده يبقى أنت مش هتعرف تفكر. ربنا الحكمة دي عاوزة هدوء، لأن ربنا يحب يتكلم في الهدوء، وربنا بطبعه هادي. فالهدوء يسكن خطايا عظيمة، فالإنسان الحكيم يتسم بالهدوء. الهدوء مش معناها البطء أو البلادة، لا لا، ده ممكن واحد يبقى نشيط جدا بس هادي من جواه، وممكن واحد يبقى قاعد ساكت وجواه فوران غليان. فأنا مش بتكلم عن المنظر، لكن هنا سمة من سمات الحكمة الروحية إن لازم بيكون معاها درجة هدوء وسلام وتروي. أنا مرة أحكي لكم حاجة، رحت لسيدنا البابا شنودة في آخر أيامه، خدت معاد كده إيه محدش يعرفه، كان يعني قبل سفره السماء بسنة أو ساعة، وقلت استفرد بيه، عندي حتة كده عاوز أخد فيها رأيه. وكان في حاجة شغلاني وعمال أزن عليه، وهو كان أب مثالي يعني، وأنا لح وهو بمنتهى الهدوء يقول لي حاضر هشوف، حاضر
طب نصلي، طب نديها وقتها. وانا زن زي العيال مش راضي ابطل، وبزن على حاجه معينه. فقال لي انا واثق في رايك، بس برضو نخليها شوي. لما سافر السماء اكتشفت انه كتر خيرك انك ما خدتش على كلامي. اذن الحكمه كانت بالرغم انه بيحبني انه ممكن يقول لي او كان يقول لي اي حاجه ماشي من غير ما دي ما كانش راضي يوافقني فيها. وانا بزن، لكن طلعت حكمه، لانه الايام كشفت لي اللي انا كنت بطلبه ده ما كانش لصالح الخدمه. بس هنا كان بهدوء ويسمع، حتى لو بقول كلام فارغ يسمع ويصلي في سر وهو بيسمع لآخر حياته، وكأنه بعد الخبرة دي كلها لسه محتاج يسمع صوت ربنا في كل صغيرة وكبيرة. طب يا سيدنا، ده انت عندك خبرة مش عند حد يمكن في التاريخ كله في قيادة الكنيسة. يبقى دايما في حالة صلاة وحالة هدوء، طالما بيسمع أي موضوع بيسمع وهو بيصلي في سر، عشان ربنا يقول له تمشي ولا ما تمشيش. هي دي الحكمة، مش انه يستعين بخبرته القديمة. لا لا، الموضوع مش خبرة قديمة، كل موضوع غير التاني وكل موقف غير التاني، لازم صوت ربنا هم. من علامات الحكمة صنع السلام. الحكيم يميل جدا للسلام، والسلام قبل الإنجاز. معنته ايه؟ برضه احكي لكم، ربنا يخلي اباء الكنيسه. مره بحكي حاجه لسيدنا انبا موسى، فقال لي احفظ القاعده دي وعيش بيها، سلام الكنيسه اهم من الخدمه. سلام الكنيسه اهم من الخدمه. قلت له مش فاهم. قال لي يعني سلام الكهنه مع بعض او الخدام مع بعض اهم من الاجتماع اللي نفسك تعمله، أو من المشروع اللي عاوز تبتديه، أو من أي إنجاز. السلام أهم. هذه حكمة، حكمة أباء، حكمة شيوخ. ليه؟ ممكن خادم فيكو يندفع ويقول أنا هعمل كذا والناس تتضايق، يقول مش مهم، هم عاوزين يعطلوا الخدمة، وياخد في وشه، وبعدين في الآخر إيه؟ يخسر إخواته، ويبقى مفيش سلام، وتبقى العثرة مالية الكنيسة. وبعدين يقول لك في انجازات. انجازات ايه؟ ما راحت خلاص، كلها لحساب الشيطان، لانك خسرت اخواتك، لانك ما حافظتش على سلامك مع اللي حواليك. دي قله عقل، دي مش حكمه. الحكمه اجل اللي نفسك فيه، اخره، الغيه خالص، بس تفضل اخوات. وهو ربنا يعني مش عارف يعمل شغله؟ يعني هي واقفه عليك انت يعني؟ تخليك متواضع. لو ربنا عاوز يعمل حاجه هيعملها في وقتها. لكن الحكمة ازاي تستخدم الفرامل وتفرمل نفسك في وقت مناسب وتقول لا، اخواتي لهم علي حق، ما اخسرهمش، دول ابائي او دول اساتذتي، دول خدام زمايلي، لا دول اهم مني. المتواضع دايما شايفهم احسن منه واهم منه. من علامات الحكمة ربح النفوس. كل ما ربنا اداك حكمة كل ما ابتديت تكسب ناس اكتر، وتكسب ناس هنا بطريقة حتى غير مباشر، لأن احنا ساعات كخدام بنركز بس في القطاع اللي احنا شايفينه. لا، وجيرانك دول مش بشر، كسبتهم ولا لا؟ والموظفين اللي معاك في شغلك دول مش بني ادمين، حطيتهم في دماغك ولا لا؟ واللي في الاتوبيس راكبين معاك ولا في التاكسي ولا في الشارع. رابح النفوس حكيم، يعني يربح اكبر عدد من البشر على طول الخط. دي بقى علامات الحكمة. يبقى فعلا انت بتزداد حكمة، ما بتخسرش حد، ما حدش بيزعل منك، ولو زعل تلحقه بسرعة، ما حدش بيفهمك غلط، ولو فهمك غلط بسرعة تيجي على نفسك وتطيب خاطره، وبالتالي عمال تقش، عمال تكسب. الحكيم ده زي جوكر كوتشينا كان زمان، ايه، يقش اي حاجة يكسب كله. طب ما هو انت تبقى حكيم عشان تكسب كتير. من علامات الحكمة انك تبقى دايما مقتنع بالشعار اللي قاله الحكيم لكل شيء تحت السماء وقت، او لكل امر تحت السماء وقت. يعني ايه؟ ما تستعجلش بعض الامور، ما تستعجلهاش. تصوروا
لا الست زهقت من الحمل فقالت ما كفاية 7 شهور 6 شهور لازم 9 شهور خلينا نخلص بقى. طب ما هو العيل ما هينزل ناقص صحة ويمكن ما يعيش. فساعات في ناس تبقى مستعجلة كده. لا لكل شيء وقت، ربنا نفسه طويل، في حاجات ما تستعجلهاش ما تزقهاش، وفي حاجات لو أجلتها غلط لأن ده كان وقتها. طبعا الحكمة أنك تعرف تعمل دي ولا تأجلها، دي حكمة، تاخد الرأي دلوقتي ولا بعدين، ده كله ده عاوز ربنا. من علامات الحكمة النظام والترتيب. إلهنا إله نظام، اوعوا تصدقوا أن في حكمة مع العشوائية، اوعوا تصدقوا أن الحكمة تستقيم أبدا أو تكون موجودة في جو ما فيهوش ترتيب. لا ربنا مش كده خالص، ربنا منظم ومرتب في كل شيء، عامل الكون بإتقان وحكمة وترتيب ودقة غريبة جدا لأنه حكيم. ده الشجرة دي بتطلع بحسابات دقيقة جدا عنده بنظام وبترتيب، ده نسبة الأكسجين في الهواء ليها حسابات عند ربنا. وبعدين احنا في الكنيسة في العبادة تلاقوا يقول لك ايه خليها بالبركة، ظلمنا كلمة البركة. لا، كلمة البركة مش معناها قلة النظام، الحكيم يحب النظام جدا والترتيب من غير ما يوجع حد، من غير ما يعسر ناس، لكن النظام مهم لأن كلمة طقس يعني نظام. من علامات الحكمة الاستماع الجيد، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. لو الواحد بيسمع أكتر هيزداد حكمة، ولو هو حكيم هيدي ودنه يسمع بإنصات، طبعا مش للكلام الفارغ بس إيه للأمور المفيدة أو للمواقف اللي فيها إشكالات. بصوا في الآخر راجع فكرة شهوة الحكمة، نفسنا نطلع عندنا شهوة حكمة، وهي مرتبطة جدا بشهوة إيه التواضع والتوبة والتلمذة، كل دي شهوات، شهوات روحية لو حركتنا هتوصلنا السماء لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.